فادي حلبي موجود معنا اليوم مستشار نفسي للأزواج، وموضوعنا رح يكون مؤشرات الانفصال داخل الزواج. أهلا وسهلا فيك. بونجور كاتيا، كيفك؟ هلا مؤشرات الانفصال فيها تكون بكتير من العلاقات، كمان دايما في مؤشر انفصال حتى بالصداقات، يعني في مؤشر انفصال، ولكن اليوم موضوعنا هو موضوع الثنائي، هالشريكين يلي مفروض انه على العمر يكونوا شريكين، بوقت من الاوقات ببين انه لا خلص صار في برودة نوعا ما. صح. هلا احنا دايما بنحكي عن المؤشرات الايجابية بتخلينا نقول علاقة صحية وبناءة وعم تخلي كل واحد يلاقي حاله فيها، ولكن بالمقابل كمان في مؤشرات بلش تخلينا نقول انه هالعلاقة رايحة اكثر يا صوب طلاق نفسي يا صوب طلاق حقيقي. ونحن نعرف اليوم انه الطلاق كيف ما كان هو واقع بلبنان، في دراسات تفرج انه الطلاق عم يوصل ل 17% تقريبا، بلاد برا سبقونا بكثير عم يوصل ل 50 و55%، وحتى اللي بيرجع بيتزوج من بعض زواج الثاني بتوصل الطلاق ل 60% منه، يعني 10% زياده على اول طلاق، فمعناتها هيدا واقع موجود. ولكن نحن قديش بنقدر بالاول نعرف شو عم بيصير بقلب العلاقه، شو المؤشرات عم تخلي احد الشركاء او اثنيناتهم يوصلوا في مراحل بيقطعوا فيها. هلا قبل ما نوصل ليمكن طلاق حقيقي او طلاق نفسي كمان، يعني ما بقى في مجال لخط الرجعه، يمكن نقدر بالاول نتحسس ونبلش نعرف انه الشريك صار بمكان اخر، بلش يبتعد بشكل حقيقي. هلا بغض النظر شو الاسباب، لانه الاسباب حاكين فيها كثير، خلينا نقول انه في احد الشركاء من بعد مرحله يمكن نزاع او تململ او يعني مشاكل معينه ببلش يطرح الاسئله على ذاته بشكل جدي، يعني بيعيش قلق، بيعيش عقده ذنب، خوف انه انا بلشت احس عم بنفصل عن الشريك. وهون بنشوف اول مؤشرات انه الشخص ببلش يبتعد، يعني بصير يظهر اكثر مع اصحابه، ببطل هيك حاضر للشخص، الكاليتي دو بريزانس، مش غلط يظهر مع اصحابه وقت لوقت ما نفهمها هيدي، ولكن بصير ما بقى عنده هالحضور مثل الاول، بصير يعني اولويته هي ظهرات بيغرق بالشغل، بيغرق بالشغل اكثر، بصير مثلا القرارات المهمه كلها بتتاجل، اذا مثلا مين يجيبه ولد ثاني او ولد اول بتحس انه الموضوع ما بقى وارد، اذا قرارات كبيره مثلا تغيير بيت او احلام مهمه كلها بتصير على الرف، يعني بينعمل لها فريزنج. هيدي اول مؤشرات انه في شيء عم يبلش انه هذا الشخص يتغير طبيعه العلاقه او طريقه استثماره العاطفيه بقلب العلاقه. ثاني مؤشر، يعني المرحله الثانيه بتيجي من بعدها، انه بيصير في كمان نوع من بروده على كذا مستوى، يعني الحميميه ان كانت الفكريه او العاطفيه او الجسديه بتراجع، العلاقه الجنسيه بتخف كثير، بيصير في هروب منها، بيصير في حجج، بطل في حقيقه ساتيسفاكسيون بقلبها، الكوميونيكاسيون التواصل بيصير بس للامور الاساسيه، يعني بيصير انفورماسيون تبادل معلومات اكثر ما هو تبادل مشاعر او هواجس او انه نفكر ونكون قراب لبعضنا. هيدي كمان من المؤشرات المهمه انه نحن بلشنا نفوت اكثر كمان بابتعاد نفسي وعاطفي وجنسي عن الشريك. هلا طبعا هون بيكون الشخص عم يبلش يحضر حاله انه بده يعلن للاخر انه في قرار بلش يصير جدي. هلا طبعا هون مش عم نحكي مثلا حالات بتيجي كثير فجائيه، مثلا افترضي صار في خيانه وبايامهم هول الاشخاص هذا شيء ابدا مش مقبول، بتصير ضربه قاضيه، مع انه الخيانه مش ضروري قبل ما توصل للطلاق، كذا مره حكينا عنها قبل، بالعكس فينا نخلص العلاقه والى اخره، بس عم نحكي بالشيء اللي عم بتصير بشكل عم تتحضر نفسيا، وفي انيسياتور، يعني في شخص بده يبلش يعلن للاخر انه هلا منتبه الطرف الاخر ممكن يكون عم ببلش يحس، بس يمكن عم يعيش نوع من النكران، يعني ما بده يشوف الواقع او عم بجرب يسال اسئله الاخر مش مستعد بعد يعطي جواب حقيقي، لانه بينه وبين حاله بعده عم بفاوض، بعده يمكن شعور الذنب عم بيضغى عليه، وبالتالي مش قادر يواجه الحقيقه او يحط الاصبع على الجرح انه في شيء مش عم بيزبط بالعلاقه ومني بقى عم لاقي حالي. فاذا بعد مرحله الابتعاد مرحله الكوميونيكاسيون بتخف بكذا حميميه، بيجي وقت الاعلان. لا نحكي يعني عن الاعلان بس بعد هالوقفه، بعد هذا الاعلان. نرجع لفاميلي، فادي حلبي مستشار نفسي الأزواج موجود معنا، موضوعنا هو الانفصال ومؤشرات الانفصال بالعلاقة الزوجية. فادي كنا حكينا عن أكثر من مؤشر، وصلنا للإعلان، يعني إعلان هل انفصال من قبل شخص معين، يمكن هي بتكون أصعب نقطة، وقت الشريك
بيكون عم بيساعد يعني. هلا في اشخاص بفضلوا انه تطلع من الثاني وما تطلع من، يعني بيكون عم بيحضر كل الاجواء وعم بيجرب انه يحشر الثاني وتطلع منها كل تطلع من الثاني تكون في اقل وطأة علي المساله وقت بنعمل مانيبيوليشن تنوصل هون. هلا هون كمان خلينا نميز بين الاشخاص اوقات بيلتجوا لكلمه طلاق كل ما يصير في مشكل صغير وكبير، كمان هيدا ما لها علاقه بالطلاق النفسي الحقيقي، مع انه انا هيدا كمان بشجع عليها ابدا. الاشخاص كل ما في مشكله لا انا ما بدي ومش طايقه وانا بدي اطلق، هيدي بتصير محط كلام ومأزية لانه بتخلق دائما بتزعزع شبكات الامان بقلب العلاقه. كلمه طلاق ما فيها نستعملها كيف ما كان وباي وقت غير لانه تاثيرها على الاولاد يعني، لا لا كمسحه ولا كشيء اكثر جديه. نعرف كمان نعرف انه مشكله المشكله بدنا نديره بدنا نلتجئ لوسائل منا ايجابيه تنحل المشكله، مش مسحه يعني هيك. فمش مسحه ابدا، فهيدي اونت بارونتيز. فبيصير في بعدين بيصير في الاعلان مثل قلت لك، يا بده يصير في اعلان مباشر يا بدي يعني جو في بوسي بدي ادفش الاخر انه تطلع منه. اذا لا بكون انا نوعا ما الحديد النفسي تقريبا قطعت ثلاث ارباع المشوار، يعني صرت مستعد انه اعلنها، وهون بتيجي مرحله الاعلان. اذا الشريك الاخر كان الى حد ما عم بيبادل الشخص الاخر انه هو على باستعداد نفسي بهذا الموضوع ممكن تقطع بشكل مقبول، ولكن باغلب الاوقات بيكون الشخص الثاني مش راضي او ما بده ومش مستعد يتقبلها، يعني بيعيش نوع من النكران، فكره الانفصال ايه مش مستعده، بيعيش نوع من النكران وبيصير في مواجهه، وهون مواجهه بتصير فيها تازم، يعني بيصير في تازم مشاكل مشاكل يعني ممكن توصل اوقات لتعرض نفسي او جسدي للاخر، يعني بتتوتر كثير العلاقه بهيدي المرحله. اللي عندهم اي سؤال بهالاطار فيهم يتصلوا فينا ويسالوا اي سؤال لفادي حلبي بهالموضوع بالتحديد. بس نحن دائما قادرين يعني نشعر بهالمؤشرات او اوقات بنعتبرها من طبيعة الحياة اليومية من سرعة الحياة أو إيه؟ لا هون كمان بتحطها بإطار النكران. شو هلأ النكران؟ لأنه في أشخاص حسب إذا أنا بعدي معلقة كتير بالشخص، إذا هو بالنسبة لي كمان كل حياتي يعني حاطت كل سعادتي ورجائي فيه، كمان دائما بقول الأشخاص رح ننتبه إنه ما نكون كمان الآخر بنحمله أكثر ما بيحمل بالعلاقة لتوازن النفسي ولسعادتي. بس بقصد أوقات بيكون عجب بيكون فيه هو، يعني في أشخاص بعدهم مأمنين بالعلاقة بس مش عم بيشتغلوا تيحسنوها، لأنه هو المؤشرات كلهم ما شافوها إنه في تململ، في مشاكل عم تتكرر، في أمور عم توصل دائما لنفس النتائج، فأنا كأنه رخية بالعلاقة ومفكر الأمور إيه صفا وأخذها لتحصيل حاصل. ودائما دائما أكيد المسؤولية دائما مشتركة بهذا الإطار، بس بقصد انه الشخص اللي بلش يشعر انه لا انا ما بقى عم بقدر انتمي للعلاقه، بينما الشخص الاخر بعده ممسك، لما يصير في هذا الاعلان بتبلش هو مرحله المفاوضات. يعني الاعلان بيوصل دائما لتوتر قليل تيمرق هيك بطريقه سلسه، الا اذا اثنيناتهم ناطرين بعض يعني ناطرين مين بده يقولها، بس اجمالا دائما بيكون في ديكالاج بهذا الموضوع. فلما يصير في الاعلان هون بتبلش مرحله النيغوسياسيون الحقيقيه المفاوضات، والمفاوضات يعني بدنا نجرب نخلص العلاقه، بنقدر نخلصها بنقدر نخلصها، ببلش تدخل الاهل والاصحاب والاشخاص اللي عندهم هيبه مثل ما بيقولوا او وقع تاثير على العلاقه. وهون يا مرحله المفاوضات ممكن ترجع يصير في اعاده ترتيب بالعلاقه يعني مؤقته، أو ممكن بكثير من الأحوال بترجع بتوصل ساعتها لانفصال حقيقي. فهي المؤشرات كلها كاتيا، أنا بالنسبة لي إذا الأشخاص ببلشوا من الأساس ينتبهوا رادارهم يلقط إنه الأمور منا هالقد ماشية، إنه بده يكون في عندي انتباه إنه العلاقة عم بلش تدهور، مثل ما قلت إنه في تغيير بنمط العلاقة، في ابتعاد، في برودة، في أوقات أساليب ما كانت موجودة قبل بلش عم تستعمل، هالشخص اللي بيعصب بسرعة، اللي ما بقى يتحمل، اللي بينتقد كتير، يعني مؤشرات ما كانت موجودة بالأول. يسمح بالعلاقة لحاله بأشياء ما كان يسمح لحاله يعني فيها قبل. أوكي إذا بالأساس هو شوي سلبي دكور هيدي بطبيعته يمكن بيشتغل عليها، بس إذا عم ببلش يصير في تغير أو مفاجئ أو تدريجي ولكن تصعيدي، أنا إذا هون بقدر حط الإصبع على الجرح وبلش شو عم بيصير بيكون عندي استعداد أكتر أن العلاقة تتصلح، على أنه أنا أوصل لمرحلة النيغوسياسيون يلي خفت العلاقة الجنسية والعاطفية والظهرات سوا والأحلام سوا، ويعني بكون وصلت لمطرح كتير. مشان هيك أنا بالعيادة دايما بيوصلوا لعندي أغلى وقت مستويين، يعني ما بيوصل ليل يمكن 10-15% بيوصل عندي انه لا في عنا شغله صغيره نظبطها، هون انبسط معهم كثير انه واعيين وفي شغله بضايقتهم. وانا دائما بقول لهم في ثلاث الوان بالعلاقه، في اللون الاخضر يعني مشكله صغيره، اللون الاصفر انه عم تتململ العلاقه بشكل، اللون الاحمر يعني صرنا سواء تنصيف. طب بس الشريك والشريكه يعني بيكونوا بالاول بوارد انه او بنفسيه وعقليه انه لازم يتقبلوا بعضهم
بهالوقت صعب بلكي، او بقى كمان الشريك او الشريكه مش فاهمين شو عم بيصير عند الشخص الاخر، وبهالوقت بتكون عم تتطور هالمشاكل، او انه اول سين لازم يكون في الارم. يعني اليوم العلاقه اذا انا عن جد طموحي اعيش نوعيه علاقه مش تزوجت بس تتزوج لانه واجبت، ومش لانه اليوم انا بدي اتزوج العلاقه بتكون باخر اولوياتي، يعني كأنه هي كل شيء بدي حط عليه إفور، شغلي وعلاقاتي الاجتماعية وعلاقتي مع أهلي وولادي، بس العلاقة لا، هيدي شغلة منها لحالي إذا بتزبط ما بتزبط العلاقة. العلاقة أكثر شغلة بدها صيانة إذا بدي خليها تكون نمبر ون بحياتي. وعادة حتى إذا أنا نجح بكتير إشياء، إذا علاقتي الزوجية منها ناجحة بدها تستنزفني، يعني دائما في نزف لما يكون الانسان منه مرتاح بالعلاقه، بده يعيش تسويات على حسابه وعلى حساب الاخر. من هون اهميه انه لما بلش احس بمؤشرات جديه يكون الالارم عندي السنسر بيلقط بكير، مش انه بترك الامور تدهور تدهور وبعدين برفع العلم الابيض وكي شو فيني خلص تخلص. مثل عم بقول نحن بقى طلنا بعصر المجتمع عنده تاثير والعائله عندها تاثير مثل قبل، اوكي بعدها موجوده ببعض المطارح بلبنان ولكن مش مثل قبل. الكوب البوست مودرن ما بعد الحداثه كوب الاكثر شيء بيتكل على موارده الداخليه، الموارد الخارجيه ما بقى عندها تاثير مثل قبل، والمؤشرات قد ايه عم نوصل لطلاق سريع بلبنان او لطلاق نفسي او لا بيعيشوا مع بعضهم لكن بطلوا مع بعضهم، عم نشوفها على تزايد بلبنان. ونحن اذا كنا 17% وبرا 50% ما نفكر انه ال 50% مش كتير قريبا فينا نوصل له. اذا بلبنان ما رجعنا تعلمنا من تجارب برا، لانه كمان في تجارب تراكمات عالميه عم تخلينا نقول ليش الناس بيبقوا مع بعضهم وشو مؤشرات النجاح وشو مؤشرات الانفصال يلي عم نبلش كنا عم نحكي عنها وعم نقول اذا فينا نبلش بكير فيها. ببدايه هالمؤشرات اذا لقطناها وفعلا يعني جربنا نحلها سوا او طلبنا المساعده أكيد. في فرق انت لما توصلي على الاوبيتال سواء انتنسيف او توصل انه عرفت انه في بعض العوارض بجسمك وشخصتيها واخذت الدواء بس هذا تكون المشكله جوهريه وما كمان ما لها هلا اذا بالاساس كانت العلاقه انبنت على اسس غلط. ايه انا بقول لك يعني ما صار في اساسا زواج حقيقي، يعني بلشنا بمكان ما خيارنا ما كان مبني على اسس سليمه وناضجه، طبيعي بدها تبين اول سنه سنتين ثلاثه كل هيدي المشاكل بسرعه. بس انا عم بقول في العلاقه تكون حياتها بالاول منيحه بس نحن اهملناها وصار في نوع من ابتعاد نفسي تدريجي بسبب لكثير اسباب ممكن توصل لهون، بس ما عرفنا نتداركها، ما عرفنا نشتغل عليها، وبلش الشخص يحس من جوا انه انا ما بقى لاقي حالي بالعلاقه. طيب لكن قادر اذا كان هالكوب بلش من الاول ما يسكت او ما يتغاضى عن مشاكل يمكن واضحه ما يتركها حتى لتاني يوم، قادر انه يتخطاها اذا ما كانت يعني أكيد اليوم لانه اثنيناتنا مسؤولين بقلب العلاقه، اثنيناتنا مسؤولين على صيانه العلاقه. اذا الامور عم بلش تتدهور عم بلش حس بمؤشرات حقيقيه، انا بدي اعرف كيف احكي مع الشخص وشو شو اللي مش ماشي بعلاقتنا. اذا انا مش عم بعرف اصغي لحاجاته ما عم بيعرف يصغي لحاجاتي، في عنا قيم مش عم نعرف نبني قيم مشتركه بين بعضنا، في امور يمكن خارجيه عم بتاثر على العلاقه، يمكن تدخل اهل وانا عم طنش وصل لمرحله خلص ببج. العلاقه الجنسيه يمكن مش عم نعرف نصارح بعضنا لانه يمكن ما كان عندنا ثقافه، وبكون شخص ثاني تعود على مدى سنوات طويله على هالريتم ما رح يجي بعد 20 سنه يغير كل شيء. فالافضل لما انا ببلش بالاول علاقه شوف اشياء جوهريه بالعلاقه عم بتاثر سلبا انا ببلش احكي واجي. كتير بتركز فادي على انه كمان لازم كل واحد يعني يكون عنده شخصيته المستقلة، وكأنه الشريك بحس بأمان أكتر أو براحة أكتر انه الشريك التاني ما يكون متكل كليا عليه. أنا لأنه بس فيه كمان ما يعني يكون فعلا لسبب من الأسباب عاطفة أو حتى ظروف حياته هالشريك عن جد متكل على الشريك الآخر، وبوقت من الأوقات يحس حاله هو نضج وقادر هلأ يكون عنده حياته الخاصة، هون كمان بيوقع كأنه يعني هيك في صعوبة انه الشريك التاني يتقبل هالشي. مزبوط، هيدا موضوع كمان مهم هو انه لما وقت لما نتزوج بعمر صغير وخاصة المرأة بتكون يمكن عندها اتكال عاطفي مادي كتير على زوجها، بعدين بتكبر بيكبر اولوياتها بتغير اولوياتها احلامها بتصير تبلش تنبش على مساحة شخصية لها اكتر، يعني ما بدها بس تكون زوجة بامتياز، بدها تكون زوجة ولكن بدها تكتشف حالها كامرأة بطموحاتها المهنية او الاجتماعية او كأم بكرة بدها تستثمر كمان عاطفتها بياخذها كمؤشرات. ممكن هون هو بيحس بتهديد انه سلبية، بس هون اذا عمل مفاوضات ذكيه
انه انا بدي ارجع اتموضع بالعلاقه، بس انت بعدك نمبر 1، بس في اولويات عبالي ادخلها اشياء ممكن فيها تكون بسيطه، نشاطات اكتيفيتي، يمكن عبالي ادرس عن جديد شيء ما قدرت خلصته، كبروا شوي الاولاد، عبالي يمكن انفتح على العالم المهني. اذا في العلاقه فيها نضج وفيها هالمساحه من الحوار، هيدي ما بالضروره فيها تكون هزه مؤقته، بس هو مش معناتها الحب. انا اذا عم بكتشف حاجات جديده فيي او اولويات، مش معناتها انا بطلت حبك، بس انا تحقق ذاتي اكثر معك ومع ذاتي بهالهامش، انا عم برجع اعمل نوع من بالانس بالعلاقه. فهيدي انا بالنسبه لي هزه مؤقته. هل اوقات اذا كان الرجال ريجيد كتير، يعني عنده هيدي العلاقه بتمرق دائما بالسطوه وبالسيطره، وبيفكر كانه المراه عم تزنط بين جوانحه، ايه هون اوقات بتسبب مشكله، وبدل المراه تشوف والرجال بده يشوفوا كيف بده يرجعوا يلاقوا تسويه ناجحه بهذا الموضوع، ما تعرض ساعتها كل العلاقه لخطر اذا انا بدي ارجع اتموضع. شكرا لك فادي، ملتقنا معك اكيد الاسبوع القادم بنفس الوقت. مشاهدينا واقف هلا وبنرجع نتابع لايف.